بسم الله، الله أكبر، والحمد لله حمدا لا حدود له، فسبحانك اللهم واجعلنا من أهل السلام، لأن خلقك الآن حرموا من السلام وحرموا من التمتع برضوانك يا رحمة. نعاون الوقت المسهدية بإعادة الآيتين الكريمتين 9 و10 في سورة يونس عليه السلام: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إبليس هو من الملاعين، وبليس بالإنجليزية هو النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها السلام بجريتينج بيس بيس بيس، وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله يا رب العالمين. دعائنا عز شيء اقتني نحن رب العالمين، لأنه هو المنعم ليس كمثله منعم. السلام على أهل الإسلام الذين يعرفون من هو الرحمن ويشكرونه على كل أحوالهم، والسلام لمن اختار السلام.